المهم نحتاجين 600 كيلومتر من اجل تصعيد في اشكال نضاليه جديده. تقدروا خلينا نجي الاشكال النضاليه. المهم بارطاجيتي كما باش عندها هذا ونسيو الثاني نزال الكلمه اللي يتمثنا. المهم البدايه قد التحق ندوخ انا يتمثنا قيل تحقوا مثلا عبد الله زي ستراسبورغ دايت مثلا فرانكفورت دوزلدوف وعدد التحقني مثلا يلا قين قاعد دي بدايه الاعتصاب. أقون يت مثلا خمان يعتصمان شريف الصماد ولكن معليش هذا الصماد الو الو الصماد اللي يرحموا وجبو ذا منوس. المهم شي قيان غداك القضيه انا عقديني عقديني ودار قيك عند عاد ان شاء الله الدراري ديني ني تغياس انت والشاب بحكم على غاس الخدمات. المهم شي لقاك غدا ان شاء الله 3 ايام انا عطاس من 3 ايام ان شاء الله. ايوا دغيا ايني عاش الريف ولا عاش من خانه سنتك شان جيتاراني هاد الدرمو البقا ديال عزيزه. المهم شي قيان غير تريك مي لا هذه البدايه الشكل الاعتصاب ذا ثاني. المهم بقى يلا هذا التحق ندير ثاني شي في هذا الصندوقاني بارطاجات نمشي كي نبدا روخاني نصل الكلمه دوما تنخ. المهم الى قاس حس انا كي ذنخ زوجنا تسروك كوبن زي برجعين عزيز شعل الموسيقى يعني وقت غاري نتش وثاني وقت غاري فقط تصور المعتقلين النقد تاعني عاد هذا سنتشن بزاف د الحوايج بقاو سين تكذبوا بريد. المهم يتبث نخيز تغن ذي النواحية ذي هانوفر فيرلين يو ذي نيو سنة التحقا بالنسبة يو ذي نيو سنة التحقا. Yeah.
بارطاج هذايا تما باش قاتل ما يتصورني إيران قاونينا قد صورنا ناخذ ان شاء الله نصور شويه سيولا يوسف شاد الميكروفون عن حسن السفارة الفترية بيتا بيسا عزيز سوري هذا اوكي اوكي عزيز غير شعر انا هذه هي القنصلية الفترية بيعطوا عزيز عزيز ساخذي ورقيني لابد واش عندها تفرق يودا احنا بقينا سرقوا من غفنخ السفاره كيجيو هنايا تيشني جن الصوره زعما قال المغرب يجي الدوله والله ما نفضحيك انت ثانيه ترموني زين الجنا راين مان اجت تحية طاب قران تحية نضالية ثم هشام تحياتي ثم هشام وتني دي شنوري في النخي تعيش ذا دي برلين اقانو في دي الاستقبال نخ تحيات بزاف الصراحة تحية كنا وكنا ويديو في نتصل ايش نوري غدا ايش نوري في دي برلين هانوفر هانوفر وا تي شاد تحقق نزيد بلجيكا هذا سيماني تما اغلبيه خدمت وا المهم الرساله وقع سرق جوبن وعلى نصيب الرساله كثر شري اقوني وبقى مغيت الزمان
واسا شنو صاير؟ شي حاجة الشعارة تاع يوسف. المهم اعتصام مفتوح، اعتصام مفتوح من أجل الريف والقضية الريفية. عاش الريف. تحية نضالية. أجلل أشك سيقوم لحق تسغى جديد رجل عاش الريف. أو رسل سقليتي دا عزيزاني يلقي ذي الصوت أوصر شيء إيش الكلمة بالنسبة يوذن العدوار للتحقن تمنى هذا التحقن ماذا الشنيري في نوت سن شحال مكتا عزيز بكولوميتر يجوا زوز أمقران خاكا مدوى مد مرة وش ما يميقشهم لا انشارة حسن من هني لحد الآن يوزان مثل السيور ذي ليمانية تما غاسم شتفهم ضم قران وبدين ديك دانين وان زردتين السفرية تشين الصورة الديمقراطية دي المغرب وإلا شي بالمقابل من ذات السيوخ المعتقلي غير نقاط الدم ثم تنو البناية اختقي معذكس الديمقراطية يعني مراثة داثة ثانيتا تش صورة ديمقراطية خمشي تدل أنه قيد معظمني ذيني يتمثل بنايات نتا بس ديمقراطية لا ديمقراطية ذي الدولة وفي ثار وسني متقام 70 عام سخارق نخانا 70 عام حارق نانا غنق نانا طحن نانا أقشن فكا غايت مثلا غي جرادة بالمناسبة انتظامنا كيسن شن قان قرصن رهمنكم ذيج أمر همن غنشين غايض مات الغي نذني شن خمسة يودان يعني من الديمقراطية ما يتصور ذاته وما تمحمد دولة يا ثانية وتمثال ضد الديمقراطية. شكرا توما تعزيز كارثة الصمودات الصغوية اي حياة مش عقاق ذا يترد ايام الخيامات السيب يلا البداية يوسف انت تصورت لنا شي كذا شنو فوتو نار واحدة طب طب تبيع بس لا راح بيع زاد اونفار بتبيع بت فهم يستني لي فاسن أمي دومد محمد صاحب دلالة صاحب دلالتهم في ذمة الله وا لا فيديو لايف قيت يا زتي ورث الله ما قيت يا زتي سرسقيت صاحب دلالتهم في ذمة الله بقيت المارة إرهابي محمد السادس أيه.
عاش الريف ولا عاش من خانة. انظر جلول عاش جلول. اتمنى ياك تما ان شاء الله نمشي المسيره ثم قرانت نطمح حسي مسيره باري ان شاء الله غادي نلتحق مره لو خاني اشكال نضاليه غير رسميه ولكن الشكل مقران غير رسمي هو الشكل باريز باريز راح مره ايريفيين تريفيين حنجيرين تحنجيرين كلشي راح ان شاء الله. المهم قالوا 3600 زياده المبريد قايم ثاني بدايه الشكل قايم ثاني ثاني قوسين خسر الجوبنا في نفس السياق مش التحيه كي نقول مره يتبع مره حريين مره يريفين كي نخي تبع انت شكرك نس بزاف. المهم شي لا قنخرضر ذا ثاني غير برلين يلا نسوجد المهم المهم نشي شي حاجه من بعد غنعقب هذا ثنيه تمتنا قال هذه لذا الكلمات يري شعارات قويه فمن كان غنخصم ذا ثاني. المهم شي قين ثاني اعتصام مفتوح المهم تشكر خومات عزيز الطرموني هشام يوبا اذا ثاني يوم عبد الله هذا كاين قيس حريق الشغل هذه اذا ثاني يتمنى بزاف يوسف غايك غايك عاش جلول عاش عاش جلول نتمنى قاعد يوداني يوسف اذا ثاني وليمان هذا التحقا يوداني يوسف ذا تاني نواحي برلين أقامي ما مهم زدتي السفارة من أمام السفارة الفيتالية ببرلين يا ديال السفارة فين الفلوس ديال المغرب كيمشيو وكل التضامن مع الإخوان ديالنا في جرادة نتضامنوا معهم والصراحة بلاتي غادي ندير واحد اللافتة ليه على جرادة ثم عبد الله شنو من جديبي لطافني سادي روح تحياتي ثم تعبدو تحياتي لكم مرة يوزيكني والمرة يكملنا مهم يكمل غيك نج عزيزي
يو باقا تسقسان غي انك السحمه قاعده شحواجان انك شي حاجه نتحم غير شي وصل صميت قد تسقسان غيك مره والله يبقى كل شيء تسجى من غي تحية طبق رانتي هاي تميري في المارا الو المهم يا ريت ما كنتش المهم المهم توما تيوبا غادي تجي تنتظم كثير تما في الجراده حنا غادي نضامنوا مع الاخوان ديالنا في الجراده ايوا تصبض توما مغيني تصبض المهم كتصبض حتى الصراحه وانت الشاجر تكبر نخدم الجيرات نزيد كتوالي رياض غا 5 مال 6 السبح في دوسلدورف باش تغنى نزيد نعتصم ذات 3 ايام ان شاء الله ناراتي وشاغ الفاوي الشاغ المهم اللي اعتصم هو سما يتزد سما يتزد في إطار التسعيد انتك سما كنشطاء نيخكا لجان من بينها اللجنة دوسلدورف اللجنة الراين ماين كي نختو مات الزيسان اللجنة ستراسبورغ المهم قنخدر خوش نطابع تشا واحد شاي خضرت يحاديش شاي خضرت مهم كوريج خاتسن مني قطاسي دنكتان المسافة وذين كين خطوة ما تدس إن شاء الله في بشا المهم تصمد واجبوك واجبو تصمد ولكن واجبو المشكلة تصمد اللي خضر حموما أنا يوقيت بشا